رح نبدأ بهذا الشابتر اللي هو 6، نحكي عن الأورجانيك هالوجين كومباوندز، هنحكي عن المركبات العضوية اللي بتحتوي على هالوجينز اللي هم فلور كلور بروميود، وحنحكي عن تفاعلاتهم. في عندي تفاعلين رئيسيات، هنحكي عن اللي هم السبستيتيوشن رياكشنز اللي هم تفاعلات الاستبدال، وحنحكي عن تفاعلات الإليمينيشن اللي هم الحذف. الآن نتعرف على الألكل هيلايت. زي ما حكينا، الألكل هيلايت عبارة عن أورجانيك كومباوندز، بمعنى آخر في عندي اللي هي ذرة كربون على الأقل شابكة مع هالوجين. حكينا الهالوجين هذا إما فلور أو كلور أو بروم أو يود. بتصنفوا الألكل هيلايت لبرايمري أو لميثيل ألكل هيلايت، أو برايمري ألكل هيلايت، سكندري ألكل هيلايت، أو تيرشري ألكل هيلايت. هذا التصنيف بيعتمد على مجموعات الآر اللي شابكة على الكربونة اللي شابكة مباشرة على الهالوجين. بمعنى آخر، إذا هاي الكربونة في عليها 3 هيدروجين فهي ميثيل هيلايد. إذا كان بدال واحدة من الهيدروجين في عندي مجموعة آر، مجموعة آر تعني كربون، فبالتالي هذا بنسميه برايمري. إذا كان في عندي مجموعتين آر، في عندي مجموعتين ألكيل جروبس ثانيات، يعني هون ممكن يكون CH3 CH3، هذا بنسميه سكندري ألكيل هيلايد. إذا كان في عندي 3 مجموعات بيكون في عندي اللي هو التيرشري ألكيل هيلايد. ناخذ أمثلة على أول تصنيف. على سبيل المثال، إذا بدنا نصنف هذا المركب كبرايمري أو سكندري أو تيرشري، نتطلع دائما على اللي هي ذرة الكربون اللي شابكة على الهالوجين مباشرة. فهون بهاي الحالة في عندي أيودين، هذا الأيودين شابك على CH2، في عندي هيدروجنتين، بالتالي لما بيكون في عندي هيدروجنتين معناته الثالثة بدها تكون عبارة عن مجموعة R، فهذا سميناه برايمري، فإذا هذا برايمري أيودايد. بالمثال الثاني بنلاحظ هون إنه في عندي ذرة الكربون شابكة على البرومين مباشرة، عاملة رابطة مع كربون، رابطة مع كربون. طبعا نحن نعرف انه كل ذرة كربون بتعمل 4 روابط، فأكيد هنا في عندي هيدروجين، هذا الهيدروجين مش مرسوم. فإذا في عندي هنا هيدروجين وحدة وشابكة على كربونتين، لما يكون عندي هيدروجين وحدة وشابكة على كربونتين هذا اللي هو صنفناه كسكندري. الآن إذا كان عندي مجموعة أو اللي هي الكربون اللي شابكة على الهيلايد أو على الهالوجين اللي هي Cl بهاي الحالة، شابكة على 3 ذرات كربون، هذا اللي هو صنفناه كتيرشري. أمثلة أخرى بهذا المثال، في عندي CH2، هاي CH2 شابكة على كربون وحدة فهذا برايمري. هون في عندي اللي هي الكربون اللي شابكة على الفلور في عليها كربون 2 3 فهذا تيرشري. هون في عندي اللي هي هاي الكربونة اللي شابكة عليها Cl، عليها شابكة على كربوني كربوني وعليها هيدروجين وحدة فقط، هذا من صنفه كسكندري. هون عندي اللي هي ذرة الكربون هاي اللي شابكة على الأيودين في عليها CH3 في عليها CH2 CH2، أو بمعنى آخر عليها 3 مجموعات مش هيدروجين، فبالتالي هذا أيضا بيكون تصنيفه كتيرشري. كذلك الأمر ممكن تصنيف الألكيل هيلايتس حسب الرابطة اللي بتكون جنبها مباشرة. بمعنى آخر، إذا كان في عندي دبل بوند والدبل بوند شابك عليها هيلايد، هذا بنسميه فينيل هيلايد، هذه SP2. إذا بيكون شابك على البنزين هذا بنسميه أريل هيلايد. إذا بيكون شابك جنب الدبل بوند ولكن على SP3 أو اللي هي CH2 هذا بنسميه أليليك. إذا كان على بنزين ولكن في بيناتها CH2 هذا بنسميه اللي هو بنزيليك. تسمية الألكيل هيلايدز ما بتفرق عن تسمية اللي هم الألكينز، بنسمي بنفس الطريقة. نسترجع كيف كنا نسمي الألكينز. لما كنا نسمي الألكينز كنا نبحث عن أطول سلسلة، بنسمي أطول سلسلة. فهون عندي أطول سلسلة بتتكون من 1 2 3 4 5 6 7 كربونات، فهذا هيبتين. الآن زي ما حكينا من الرقم الأقرب للتفرع، فبالتالي بدنا نبلش الترقيم من هاي الجهة، فهذه تكون 1 2 3 4 5 6 7. فعندنا على موقع 2 في عندي اللي هي الكلور فبنسميها كلورو 2 كلورو، وعندي على موقع 5 في عندي اللي هي CH3 فهذا بنسميه ميثيل، فعندي 2 كلورو 5 ميثيل هيبتان. كذلك الأمر إذا كان في عندي هذا المركب، بندور على أطول سلسلة، أطول سلسلة بتتشكل من كربون 2 3 فهذا بروبين. على موقع 1 في عندي كلور فسميناه 1 كلورو، وعلى موقع 2 في عندي ميثيل فسميناه 1 كلورو 2 مثل بروبين.
إذا كان في عندي سايكليك بنفس الأسلوب، في عندي اللي هو سايكلوبنتين، لأنه في عندي 5 ذرات من الكربون فهتسميها سايكلوبنتين. في عندي تفرعين، في عندي الفلور، في عندي اللي هي الإيثيل. دائما حكينا بناخذ حسب الترتيب الأبجدي، الإيثيل الأول فراح تاخذ رقم 1، فهذا 1 إيثيل دائما بنرقم من الأقرب، فبالتالي ما راح نمشي على الأطول من هاي الجهة، هنمشي من الجهة الأقصر، فهذا بيكون موقع 2 فلورو سايكلوبنتين. الآن نتعرف على تفاعلات الألكيل هيلايت. زي ما حكينا في عندي نوعين رئيسيات، أول نوع بنسميه النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن، والنوع الثاني سميناه الإليمينيشن رياكشن، بمعنى آخر الاستبدال والحذف. بحالة اللي هي النيوكليوفيليك سبستيتيوشن رياكشن بيكون عندي الألكيل هيلايت اللي هي الإكس شابكة على كربون، بيكون في عندي نيوكلوفايل. رح نتعرف شو النيوكلوفايل. حكينا النيوكلوفايل هو اي شيء بيكون في عنده اما لون بير او بيكون في عنده اللي هم دبل بوند. فبالتالي بتفاعلات السبستيتيوشن او الاستبدال دائما بنستبدل الالكيل او بنستبدل الهالوجين، ذره الهالوجين الموجوده عندي بالنيوكلوفايل اللي موجود. فبالتالي بهاي الحاله رح نشيل الاكس نحط بدالها النيوكلوفايل، وبيطلع عندي الاكس على شكل اكس ماينس اللي هي راح نسميها leaving group. بحالة الـ elimination reaction هو تفاعلات حذف، راح يكون عندي بدل النيوكلوفايل في عندي base، هذا البيس بيروح بيهاجم الهيدروجين اللي هون، بياخذ هاي الهيدروجين وبتيجي الرابطة الموجودة هون بتصير على شكل رابطة ثنائية وبيتم حذف اللي هو الـ HX، فبالتالي الـ elimination reaction بتحول لي الـ alkyl halides لالكين، بصير في عندي اللي هو دبل بوند، وبيطلع عندي الـ H مع البيس، وبيطلع عندي الاكس كليفنج جروب. رح نيجي نحكي بالتفصيل عن كل هاي الرياكشن، ونبلش نحكي عن اللي هو السبستيتيوشن رياكشن. زي ما حكينا بالسبستيتيوشن رياكشن بده يكون في عندي الاكس اللي هي الهالوجين، سواء كانت كلور كلور بروم او يود، شابكه على كربوني، الهايبريدايزيشن لها اس بي 3. بده يكون موجود في عندي النيوكلوفايل، زي ما حكينا النيوكلوفايل هذا بتكون عباره عن إما ذرة أو مجموعة من الذرات عندها إلكترون بير، تمام، أو بيكون في عندها دبل بوندز. هاي زي ما حكينا بده يتم استبدال الإكس فيها، فبالتالي راح يشبك بدل الإكس للنيوكلوفايل ويطلع عندي الإكس ماينس على شكل ليفينج جروب. فدائما النيوكلوفايل زي ما حكينا إما بيكون في لون بير أو بيكون في عندي اللي هو دبل بوندز. بشكل عام هذا الـ substitution reaction بيتم بالطريقة الآتية. أنا في عندي اللي هو الـ leaving group أو اللي هي الهالوجين، نعرف إنه الهالوجين الإلكترونيجاتيفيتي تاعتها أعلى من الكربون، فبالتالي بيكون في عليها partial negative. الكربون اللي موجودة هون بيكون في عليها partial positive، فبالتالي النيوكليوفايل هذا اللي زي ما حكينا بده يكون عنده غني بالإلكترونات، بده يروح يهاجم الإشي الموجب، وبالمقابل بدها تغادر اللي هي الليفينج جروب، ويشبك عندي اللي هو يتشكل رابطه جديده بين النيوكليوفايل والكربوني. هاي مثال عليها زي لما يكون في عندي او اتش ماينس، الاو اتش ماينس عباره عن نيوكليوفايل، في عندي هون اللي هو مثل كلورايد، فبالتالي الاو اتش بتروح تهاجم هاي الكربوني وبده تغادر عندي السي ال، فبده يشبك عندي بدال السي ال او اتش. فاحنا اللي عملناه بهاي الحاله استبدلنا Cl بال OH minus، أو صارت عندي اللي هي OH شابكة على هاي الكربون. نتعرف على النيوكلوفايل. النيوكلوفايل زي ما حكينا هو electron rich، إما بيكون في عندها زي ما حكينا electron pair أو بيكون في عندها double bond. طبعا عكس النيوكلوفايل تعرفنا سابقا لما كنا نحكي عن تفاعلات البنزين على الالكتروفايل، وحكينا الالكتروفايل هو أي شيء بيكون عنده ناقص بالالكترونات. النيوكليوفيليسيتي واللي هي بتقيس لي مقدار قوة هذا النيوكليوفايل على انه يهاجم ذرة الكربون اللي هي بالعادة بيكون عليها partial positive charge، حكينا بده يكون عندها اما لون بير او بده يكون في عندها اللي هو الدبل بوندز. بشكل عام النيوكليوفايل ممكن يكون نيوترال فعنده لون بير، هذا راح يروح مباشرة يهاجم الكربون وتطلع عندي الليفينج جروب. إذا كان نيوترال البرودكت بده يصير شحنته موجبة، لأنه الليفينج جروب بدها تطلع شحنتها دائما سالبة، فبالتالي إذا كان هذه الجهة كلها نيوترال لازم تطلع هاي الجهة نيوترال،
فبالتالي البوزيتيف مع النيجاتيف بتعادلوا. اذا كان عندي النيوكليفايل على شكل انايون، يعني بمعنى اخر عليه شحنه سالبه، فبالتالي البرودكت بده يطلع نيوترال، والليفنج جروب بده تكون شحنتها دائما دائما سالبه. فبالتالي بنلاحظ هون انه على هاي الجهه مجموع الشحنات سالب واحد، وعلى هاي الجهه مجموع الشحنات ايضا سالب واحد. امثله على النيوكليفايلز، الهيلايتس على شكل انايون زي اي ماينس بي ار ماينس سي ال ماينس، هذه بتكون عباره عن نيوكليفايل عليها شحنه سالبه عندها الكترونات زياده، او اوكسجين كونتيننج زي المي وزي الكحول، لانه بنعرف انه الاوكسجين هاي حيكون في عليها تو لون بير، كذلك الامر بالنسبه للالكحول في عليها تو لون بير، او ممكن تكون شحنتها سالبه زي الاو اتش ماينس والار او ماينس والار سي او 2 ماينس. كذلك الامر ممكن يكون في عندي نيتروجين كونتيننج نيوكليوفايل زي الان اتش 3 او اي شيء اخر من نفس الفاميلي. دائما النيتروجين بهاي الحاله عامله هي ثلاث روابط، احنا بنعرف انه لازم تكون واصله لمرحله استقرار، فبالتالي ثلاث روابط في حولها ست الكترونات، فهي دائما في عليها 1 الكترون بير، كونوا عليها 1 الكترون بير فبالتالي هي اكت از نيوكليوفايل، او ممكن تكون شحنتها سالبه زي الان 3 زي الان 3 ماينس. كذلك الامر ممكن يكون فيها سلفر زي اللي هو الثيول او زي الثيو ايثر، زي ما بنعرف السلفر بتشبه الاكسجين بيكون في عندها لون بير، او ممكن تكون على شكل انايون بمعنى اخر زي الاس اتش ماينس او ار اس ماينس. ممكن يكون في عندي كربون، والكربون بالعاده بتكون على شكل انايونز، يكون في عندي كربون عليها شحنه سالبه فبالتالي في عندها لون بير، كل هذول يصنفوا كنيوكليوفايل. فبالتالي لما بده يكون في عندي سبستيتيوشن رياكشن وعندي موجود واحد من هاي النيوكليوفايلز، راح يتم استبدال الهالوجين بهذا النيوكليوفايل. هون بالتفصيل بيعطيني امثله ايضا على النيوكليوفايل، زي ما حكينا هون بوضح لي اللون بير او اللون بيرز الموجوده على النيوكليوفايل. اذا كان عندي اوكسجين نيوكليوفايل زي الاو اتش ماينس، بنلاحظ انه عندي فيه ثلاثه لون بيرز، فهي الكترون ريتش او الكوكسايد اللي هي جاي من الكحول، تمام، اللي عندها كمان ثلاثه لون بير. المي اللي هي H2O في عندها كمان تو لون بير، او الكحول دائما الاوكسجين هاي في عليها لون بير فهي بتشتغل كنيوكليوفايل. او زي النيتروجين حكينا بالنيتروجين بالعاده بيكون عندي 1 الكترون بير. بحاله السلفر اذا كانت موجوده على شكل انايون بيكون في عندي 6 الكترون بير، اذا كانت نيوترال زي الثيول او الثيو ايثر بيكون في عندي 2 لون بير. بالنسبه للهالوجينز بتكون دائما على شكل ماينس، فبيكون في عندي 8 الكترونات او 8 او 4 الكترون بيرز. كذلك الامر للكربون كونتيننج، اذا كانت كربون عليها شحنه سالبه فهذا يعني انه في عليها 1 الكترون بير. طبعا كيف نعرف انه 1 الكترون بير؟ لازم نعرف انه دائما كل دراده توصل لمرحله الاوكتيترول او اللي هي 8 الكترونات حواليها، فبالتالي هون عامله ثلاث روابط معناته عندها 6 الكترونات، فبالتالي بضل في عندها اللي هو الكترون بير. قواعد عشان نعرف اللي هي نيوكليوفيليسيتي ترند او قوه النيوكليوفايلز، اول شغله النيوكليوفيليسيتي تمام او اللي هي قوه النيوكليوفايل بتكون عكس الالكترونيجاتيفيتي، لانه النيوكليوفايل بيروح يعطي 2 الكترونز، بيروح يهاجم بهاي الالكترونز، فاذا كانت الالكترونيجاتيفيتي عاليه فهذا ما بحب يعطي الكترونز، فبالتالي اذا كان في عندي سي ماينس او ان ماينس اوكسجين ماينس فلور ماينس، بنعرف انه الفلور بالوضع الطبيعي الالكترونيجاتيفيتي تاعتها اعلى شيء، فهي بتكون اضعف شيء كنيوكليوفايل، في المقابل بدها تكون الكربون اقوى كنيوكليوفايل. كذلك الامر اذا كان في عندي نفس الذره ولكن عليها شحنه سالبه وواحده نيوترال، دائما الشيء اللي عليه شحنه سالبه بيكون النيوكليوفيليسيتي تاعيته اقوى. كذلك الامر اذا بنحكي مش بنفس الرو بالجدول الدوري، اذا بنحكي بنفس المجموعه زي اللي هي الاف ماينس سي ال ماينس بي ار ماينس والاي ماينس، كل ما زاد الحجم كل ما بتزيد النيوكليوفيليسيتي، فبالتالي الاي ماينس بتكون اقوى شيء كنيوكليوفايل والاف ماينس اضعف شيء كنيوكليوفايل. ممكن نصنفهم بالتالي دائما السترونج نيوكليوفايل زي ما حكينا اللي هم الاشياء اللي بيكون عليها شحنه سالبه، وبالاخص الشغلات اللي بتكون بالمجموعه الثالثه او بتكون بالسطر الثالث في الجدول الدوري فما دون زي الاي ماينس الاتش اس ماينس الار اس ماينس، هذول سترونج نيوكليوفايلز. جود نيوكليوفايلز زي البي ار ماينس او اتش ماينس ار او او الار او ماينس او ان 3 ماينس، ف
فير وسط بده يكونوا بالعاده اما نيوترال او زي ما حكينا زي سي ال ماينس، ويك النيوكلوفايلز بالعاده بيكونوا نيوترال زي المي زي الكحول وزي الكربوكسيليك اسيد، هذول بيكونوا فيري ويك نيوكلوفايل. مهم جدا نعرف كيف نميز بين السترونج نيوكلوفايل والويك نيوكلوفايل. بالعاده الاشياء اللي بيكون عليها شحن سالبي هي سترونج نيوكلوفايل، والاشياء اللي بتكون نيوترال بتكون ك ويك نيوكلوفايل. بالنسبه للليفنج جروب نفس الشيء، بنصنف الليفنج جروب هاي ك ويك وك سترونج نيوكلوفايل، سترونج اند ويك ليفنج جروب. على سبيل المثال بهذا الجدول نصنف بعض الامثله على الليفنج جروبس زي الـ NH3 هذه excellent leaving group، المي أيضا good leaving group، الـ I minus good leaving group. فرح لاحظ إنه مثلا بأغلب substitution reactions اللي حنعملها هيكون دائما عندي الـ alkyl halide إما موجود في I أو موجود في BR، لأنه هذول يصنفوا كـ good leaving group، بينما شيء مثل الـ F minus هذا يصنف كـ weak ويك ليفنج جروب، او اشياء زي اللي عليها شحنه سالبه بهذه الامثله هذه تصنف ك ويك ليفنج جروب. بهمنا احنا بس نركز على الهالوجنز بهاي الحاله، الاي ماينس والبي ار ماينس هم جود ليفنج جروبس، السي ال ماينس والاف ماينس هم ويك ليفنج جروبس. فمن كان يسالني هون سؤال يحكي لي مثلا بسؤال ضع دائره يحكي لي اي وحده من العناصر التاليه او من المجموعات التاليه هي strong او weak، فبالتالي لازم نعرف ان i minus هي strong leaving او good leaving group، بينما ال f minus هي weak leaving group. في المقابل هذا التوزيع برضه بيشبه التوزيع اللي كنا نحكي فيه حسب النيوكليوفيليسيتي، ال i minus هي good leaving group ولكن بنفس الوقت هي very good nucleophile، كذلك الامر بالنسبه لل br br minus. الآن رح نحكي عن الميكانيزم أو آلية حدوث substitution reactions. عملياً لما أخذوا على سبيل المثال مثل برومايد وفعلوا مع الهيدروكسيل أو الـ OH- هيدروكسيد أيون، وجدوا إنه هذا الرياكشن ممكن يكون زي ما تعلمنا بكيمياء 2 الريت أو اللي هي سرعة التفاعل بتساوي اللي هو الريت كونستانت الـ K، وبيعتمد على تركيز الرياكتنتس بهاي الحاله اللي هو تركيز النيوكلوفايل، كذلك الامر تركيز اللي هو الالكيل هيلايد. بينما لما كان في عندهم هذا الالكيل هيلايد، هذا كان عندي مثل الكيل هيلايد، هنا كان في عندي تيرشري الكيل هيلايد، في عندي ثلاث مجموعات من المثل جروب شابكه على هاي الكربون، هذا صنفناه زي ما تعلمنا في بدايه المحاضره كتيرشري، وفعلناه كذلك الامر مع الاو اتش ماينس. طبعا بكلا الحالتين راح يصير عندي عمليه استبدال، بمعنى اخر راح اشيل البي ار واحط بدالها او اتش. وجدوا انه هذا التفاعل بيعتمد فقط على تركيز الالكيل هيلايد وما بيعتمد على تركيز النيوكلوفايل. بناء على هذه المعطيات صنفوا انه الميكانيزم او اليه حدوث التفاعل لنوعين اساسيات، النوع الاول سموه SN1 SN2 وSN1 SN2 هو عبارة عن substitution reaction. تمام، هذا substitution reaction سموه SN2 لأنه بيعتمد على two concentrations اللي هو تاع النيوكلوفايل، وبيعتمد كذلك الأمر على تركيز الألكيل هيلايد. بهذا الرياكشن وجدوا إنه التفاعل بيتم بخطوة واحدة، يعني عكس الرقم الموجود هون، هون الرقم موجود 2 ولكن التفاعل بيتم بخطوة واحدة. هاي الخطوة بتتضمن انه يكون في عندي النيوكلوفايل مباشرة يروح يهاجم الكربون، بنفس الوقت ببلش يتشكل عندي رابطة، بنفس الوقت بتبلش الرابطة بين الكربون والبي ار تضعف، هذا الاشي بنسميه ترانزيشن ستيت، وبكمل هذا الرياكشن بانه تصير في عندي رابطة بين الكربون وبين الاو اتش، ويفقد عندي اللي هي الليفنج جروب اللي هي البي ار ماينس. فدائما اللي بيهمني اعرفه بهذا الرياكشن بالاس ان two mechanism، ورح نيجي نحكي عنها بالتفصيل متى بيكون عندي تفاعل SN2 متى بيكون في عندي SN1. بهمني اعرف انه بال SN2 بيصير عندي الرياكشن ب one step، بمعنى اخر تيجي مباشره للنيوكلوفايل بتهاجم الكربون، بنفس الوقت بتخرج اللي هي عندي البي ار. فبالتالي اذا بنلاحظ انا هاي النيوكلوفايل عشان نفهم الاليه الاو اتش ماينس او النيوكلوفايل بده يهاجم هاي الكربون، فعشان يهاجم هاي الكربون يفضل دائما انه المجموعات اللي تكون على هاي الكربونه صغيره زي الهيدروجين.
فعشان هيك التفاعلات اللي بتمشي بالاس ان 2 رياكشنز دائما بيكون عندي اما مثل هيلايد او برايمري الكيل هيلايد، لانه بيكون عندي عدد المجموعات او اللي هي الهيدروجينات بيكون كثير، فبالتالي سهل للنيوكليوفايل انه يوصل لهي الكربونه ويهاجم. بينما اذا كان في عندي مجموعات كبيره فبيكون في عندي صعب، لانه هاي المجموعات الكبيره زي اكنها بتغطي الكربون، فبالتالي صعب على الاو اتش ماينس انها توصل للكربون. فدائما اس ان 2 رياكشن معناته بعرف انه رياكشن ب 1 ستيب، ولازم يكون في عندي الرياكشن عشان يمشي بالاس ان 2 رياكشن لازم يكون عندي اما مثل الكيل هيلايد او برايمري الكيل هيلايد. طبعا دائما الناتج ما بيفرق سواء كان عندي اس ان 1 او اس ان 2، ولكن زي ما حكينا هي فقط اليه حدوث التفاعل، الخطوات اللي بتمشي من النواتج ل او من المتفاعلات للنواتج، هل بتمشي عن طريق اللي هي الاس ان 2 ب 1 ستيب او عن طريق اللي هي الاس ان 1 اللي راح نيجي نحكي عنها لاحقا. اذا بالاس ان 2 زي ما حكينا بيكون في عندي 1 ستيب رياكشن، زي ما حكينا الاو اتش ماينس بدها تهاجم الكربوني هاي، بيصير عندي على شكل ترانزيشن ستيت زي اكنه صار في عندي رابطه بلشت تتشكل، في نفس الوقت الرابطه مع البي ار بلشت تضعف. دائما في عندي اللي هي اكتيفيشن انرجي، الطاقه اللي بتلزمني عشان اوصل للترانزيشن ستيت هاي، وبعدين بتنزل عندي للبرودكت، والفرق بين الستارتنج وبين البرودكت هذا الشيء اللي احنا بنسميه اللي هو الدلتا اتش او الانثالبي لهذا الرياكشن. بالاس ان 1 زي ما حكينا الاس ان 1 بيعتمد فقط على تركيز الالكيل هيلايد، ما بيعتمد على تركيز النيوكليوفايل. بهذا النوع من الميكانيزم او اليه التفاعل الرياكشن بيمشي عندي بخطوتين. الخطوه الاولى تتضمن انه يتشكل عندي اول شيء انه تخرج عندي البي ار ليفنج جروب قبل ما يهاجم النيوكليوفايل، فبالتالي لما بتخرج البي ار على شكل بي ار ماينس تاخذ اللي هم الالكترونين تاع الرابطه هاي وتطلع على شكل بي ار ماينس، بتصير في عندي كربون عليها ثلاث مجموعات، هاي المجموعات بده يصير الثلاث مجموعات الكربوني هاي بيكون عليها بوزيتيف تشارج، ولما يكون في عندي كربوني عليها بوزيتيف تشارج هذا الشيء سبق واخذناه حكينا عنه اسمه كاربوكاتيون، وحكينا بالكاربوكاتيون انه الاستابيليتي بتزيد كل ما كان في عندي مجموعات مختلفه او مجموعات مش هيدروجين، فبالتالي اذا بيكون في عندي مثل اقل استقرار من البرايمري كاربوكاتيون اكثر الاكثرهم استقرار بيكون التيرشري كاربوكاتيون اللي عليه ثلاث مجموعات من الكربون او من الالكيل جروبس. فبالتالي كونه بتشكل عندي كاربوكاتيون في هذا النوع من اليات التفاعل يفضل دائما يكون في عندي تيرشري كاربوكاتيون. طبعا كيف بتشكل عندي تيرشري كاربوكاتيون؟ انه يكون في عندي تيرشري الكيل هيلايد، فاذا مباشره اذا بشوف تيرشري الكيل هيلايد بعرف انه الرياكشن راح يمشي اس ان 1 بخطوتين، الخطوه الاولى انه يتشكل عندي كاربوكاتيون، بمعنى اخر يطلع الليفنج جروب وتشكل عندي كاربوكاتيون، وبالخطوه الثانيه بده يجي الاو اتش ماينس وتهاجم هذه الكاربوكاتيون او الكربون اللي عليها بوزيتيف تشارج وتعمل معها رابطه. بالامتحان او بشكل عام اذا كان بس فقط بده الناتج ما بيسالني عن اليه التفاعل، فاحنا مباشره بس بنشيل البي ار بنحط بدالها او اتش زي ما احنا شايفين هون بالناتج. اذا سالني عن اليه التفاعل لازم اكون اعرف احدد هل هي اس ان 1 او اس ان 2، ورح نيجي نحكي بالتفصيل ايش الاشياء اللي بتخليني احدد اس ان 1 واس ان 2. بدايه حكينا انه طبيعه الالكيل هيلايد هي من الاشياء الاساسيه اللي بتحدد لي، اذا كان في عندي تيرشري فبحكي عندي اس ان 1، بينما اذا كان في عندي اللي هو مثل او برايمري الكيل هيلايد بتكون الميكانيزم اس ان 2 بمعنى اخر ب 1 ستيب. الان بالاس ان 1 رياكشن حكينا بيكون في عندي 2 ستيبس، اول ستيب انه يتشكل عندي اللي هو الكاربوكاتيون، تمام بده تهاجم هاي ويتشكل عندي الكاربوكاتيون، بعديها بده يصير عندي الستيب الثانيه انه تيجي تشبك الاو اتش مع الكربون اللي عليها بوزيتيف تشارج حتى يتشكل عندي بالنهايه اللي هو الناتج. فبالتالي في عندي انا خطوتين، في عندي اكثر من الترانزيشن ستيت بهاي الحاله، وزي ما حكينا كونه بتشكل عندي كاربوكاتيون يفضل دائما يكون في عندي تيرشري كاربوكاتيون عن سكندري عن برايمري. الان نحكي عن الستيريو كيمستري للرياكشنز هاي، طبعا سبق وحكينا عن الستيريو كيمستري اللي هي لما نحكي عن ار او اس للمركبات اللي هم ايثانشيونز. هذا الاشي مهم لما بنحكي عن اس ان 2 واس ان 1 رياكشن. سبق وحكينا انه زي ما حكينا بالاس ان 2 رياكشن في عندي انا 1 ستيب
رياكشن، بمعنى اخر النيوكليوفايل مباشره بده يجي يهاجم الكربون اللي عليها الالكيل هيلايد. دائما مكان اللي بيهاجم فيه هو عكس المكان الموجود في عندي البي ار، فبالتالي على سبيل المثال اذا كان في عندي او اتش ماينس بدها تهاجم هذا المركب، طبعا هذا المركب كايرال لانه في عندي كربون عليها اربع مجموعات مختلفه، هذا اللي هو الاس كونفورميشن او الاس انانشومر اس 2 برومو بيوتين. الان راح تيجي الاو اتش ماينس تهاجم من هاي الجهه زي ما بنلاحظ بهذا الشكل، وبالتالي راح تبلش تضعف الرابطه مع البي ار، وبالنهايه راح تطلع البي ار راح تشبك الاو اتش. بنلاحظ هون انه الاو اتش لما اجت هون اجبرت هاي المجموعات انها تغير اتجاهها، بدل ما كانت اللي هي على الجهه اليسار صارت على الجهه اليمين. هذا الاشي بيؤدي انه يتغير عندي الكونفورميشن او يتغير عندي الستيريو كيمستري من اس الى ار. فاذا دائما لما بيكون في عندي اس ان 2 رياكشن، اذا كان في عندي كايرال كومباوند، إذا كان الستارتنج ماتيريال S الناتج بده يكون R، وإذا كان الستارتنج ماتيريال R الناتج بده يكون في عندي S. فدائما بالS and 2 بصير في عندي inversion أو اللي هي عكس الستيريو كيمستري للكايرال أتوم. طبعا إذا ما كان عندي كايرال فبالتالي لا ما بيفرق، لازم يكون في عندي كايرال حتى أحكي بصير في عندي conversion للستيريو كيمستري. الآن بالنسبة للS and 1 حكينا في عندي 2 steps، هذول التو ستيبس. اول ستيب كانت انه يتشكل عندي كاربوكاتيون، انه يطلع ليفنج جروب يتشكل عندي كاربوكاتيون. الان لما يتشكل عندي كاربوكاتيون بصير في عندي خيارين للنيوكليوفايل يهاجم، اما من هاي الجهه او من الجهه هاي، فبالتالي الخيارين هذول بيعطوني تو برودكتس. فدائما بالاس ان 1 ميكانيزم راح يكون في عندي ناتجين، الناتج واحد منهم حيكون ار وواحد منهم حيكون اس بنسبه 50% 50%، وهذا الشيء اللي سميناه راسيميك ميكستشر. حكينا دائما لما بيكون عندي 50% من الار 50% من الاس هذا بنسميه راسيميك. فاذا بهمني اعرف انه لما بيكون في عندي اس ان 1 دائما بيكون في عندي ناتجين، واحد ار واحد اس، بينما لما بيكون في عندي اس ان 2 رياكشن اذا كان في عندي ار بده يصير اس، واذا كان في عندي اس بده يصير في عندي ار. الان مهم جدا نعرف نميز بين الاس ان 1 متى بتكون الميكانيزم اس ان 1 رياكشن ومتى بتكون الميكانيزم اس ان 2 رياكشن. هي عندي عده شغلات، اول شغله حكينا عنها انه دائما بالاس ان 1 اللي بيحدث بخطوتين يفضل دائما يكون في عندي تيرشري افضل من انه يكون في عندي برايمري، بينما بالاس ان 2 رياكشنز اللي بيكون في عندي 1 ستيب دائما يفضل يكون في عندي برايمري، والتيرشري بالعاده ما بيمشي بالاس ان 2 رياكشن. فدائما تيرشري بحكي اس ان 1، برايمري بحكي اس ان 2، السكندري دائما بالوسط، فبالتالي السكندري في اشياء ثانيه لازم تدلني حتى اقدر احدد هل هو راح يمشي باس 1 ولا اس ان 2. الان اذا بنلاحظ هون في عندي ديفرنت الكيل هيلايتس ومعطيني هون الارقام هاي بتدلني على سرعه التفاعل، فبحكي لي اذا كان في عندي اس ان 1 ميكانيزم مين اسرع واحد فيهم. باجي بحكي اس ان 1 عباره عن خطوتين، حكينا لازم يكون في عندي اذا تيرشري، فالتيرشري اللي هو الكربون عليها اكثر مجموعات فيها كربون بده يكون اسرع، المثل والبرايمري بده يكونوا جدا جدا بطيئات. الان اذا بنحكي عن اس ان 2 ميكانيزم، بالاس ان 2 حكينا 1 ستيب، بتهيألي او بالتالي بده يكون في عندي دائما المجموعات اللي بيكون عليها هيدروجين او الكربون اللي بيكون عليها هيدروجين اكثر بده يكون التفاعل سريع، وبنلاحظ هنا انه كل ما حطينا مجموعه بده يقل سرعه التفاعل. فبالتالي الشغله الثانيه اذا بحكي عن اس 1 واس ان 2، كل ما كان في عندي مساحه هون اكبر، تمام، بمعنى اخر المجموعات اصغر، هذا التفاعل يفضل دائما اللي هو الاس ان 2 رياكشن. كل ما بتزيد المجموعه هاي بصير صعب انه يصير في عندي اللي هو الاس ان 2 رياكشن، دائما لازم يكون عندي مجموعات صغيره. فبنلاحظ هون كل ما كبرت المجموعه بصير صعب على النيوكليوفايل انه يجي هاجم، هذا بنسميه ستيريك افكت، بمعنى اخر في مجموعه كبيره هون بتمنع النيوكليوفايل انه يوصل للكربون، فبنلاحظ انه التفاعل جدا بطيء. الشغله الثانيه من الشغلات المهمه اللي بتخليني اميز بين الاس ان 1 والاس ان 2 اللي هو السولفنت اللي احنا بنعمل فيه الرياكشن. في عندي نوعين اساسيات للسولفنت، في نوع بنسميه بولر بروتيك سولفنت وفي عندي بولر اي بروتيك سولفنت. البولر بنعرف كلمه بولر لازم يكون في عندي محصله للقطبيه بهذا السولفنت، فكلاهما بولر، ولكن في عندي نوع بولر بروتيك ويقصد بالبروتيك اللي هو دائما بيكون في عندي قادر انه يعطي هيدروجين، زي لما احكي السولفنتس اللي فيها او اتش او السولفنت اللي فيها ان اتش.
بينما البولر البولر ابروتيك هي مجموعات اللي ما فيها لا او اتش ولا ان اتش. اذا كان في عندي بولر بروتيك سولفنت فدائما التفاعل بفضل اس ان 1، اذا كان في عندي بولر ابروتيك هذا بفضل اس ان 2. ناخذ امثله على هذه السولفنت، فعلى سبيل المثال زي السي اتش 3 سي او او اتش في عندها الاتش بتعطي الاتش فهذا بسميناه بروتيك، الالكحول في عندها او اتش فهذا بروتيك، او اللي هو كربوكسيليك اسيد برضه في عندها او اللي هي المي. فاي واحد من هاي الامثله هي بولر بروتيك سولفنت، ودائما حكينا البولر بروتيك سولفنت بفضل اس ان 1 ميكانيزم. بولر او بولر ابروتيك سولفنت زي اللي هم الدي ام اس او اللي هو يختصر او اختصار للدايميثيل سلفوكسايد، او الدي ام اف اللي هو اختصار للدايميثيل فورمالدهايد او الاسيتون نيترايد. هذول الثلاثة عبارة عن اللي هم ابروتيك سولفنت زي ما بنلاحظ، هذول الثلاث اختصارهم زي ما حكيت دي ام اس او او دي ام اف. هذول لما تشوفهم لازم تعرف انه الرياكشن راح يمشي اس ان 2. كذلك الامر قوة النيوكلوفايل، اذا كان في عندي اس ان 2 رياكشن بمعنى اخر خطوة واحدة بدي يكون عندي الرياكشن بدي سترونج نيوكلوفايل زي الاو اتش ماينس، تمام. وسبق وحكينا كيف نعرف انه هذا سترونج ولا ويك النيوكلوفايل. بهذا الجدول عندي ملخص لكل الاشياء اللي حكيتها. عشان نميز بين الاس ان 1 والاس ان 2 ميكانيزم بنطلع على الالكيل هيلايد، اذا كان في عندي برايمري الكيل هيلايد فهذا يفضل دائما الاس ان 2 اللي هو خطوه واحده، اذا كان في عندي سكندري فهو بفضل كلاهما، اذا كان في عندي تيرشري فهو يفضل اس ان 1 ما بفضل اس ان 2. الستيريو كيمستري بالاس ان 1 حكينا بيطلع عندي 2 برودكت اللي هم الراسيميك ميكتشر الار والاس، بينما بالاس ان 2 اللي هو 1 ستيب بصير في عندي انفيرجن للستيريو كيمستري، اذا كان ار بتصير اس واذا كان اس بصير ار. بالنسبه للنيوكلوفايل بالاس ان 1 اللي هو 2 ستيبس بيمشي معي انه يكون في عندي النيوترال او اللي هو ويك نيوكلوفايل، ولكن بالاس ان 2 بيلزمني دائما سترونج نيوكلوفايل، وتعلمنا كيف نميز بيناتهم. بالنسبه للسولفنت بالاس ان 1 بيلزمني بولر بروتيك سولفنت زي الاتش 2 او او زي الالكوحولز، بينما بالنسبه للاس ان 2 بيلزمني ابروتيك سولفنت زي الدي ام اس او والاسيتونيترايد. هذا التابل برضه بيلخص لي اللي هي الشغلات اللي حكينا عنها. بالاس ان 2 دائما زي ما حكينا هذا بيكون مع البرايمري، بالاس ان 1 دائما بيكون مع التيرشري، الستيريو كيمستري بنعكس الستيريو كيمستري بالاس ان 2، بالاس ان 1 بيطلع عندي راسيميك، زي ما حكينا بالسولفنت بالاس ان 2 بدي ابروتيك، بينما بالاس ان 1 بدي بولر بروتيك سولفنت. للنيوكلوفايل حكينا بالاس ان 2 بيلزمني سترونج نيوكلوفايل شيء عليه بالعاده شحنه سالبه، بينما بالاس ان 1 بيمشي الحال لما يكون عندي اللي هو ويك نيوكلوفايل. كذلك الامر هون هذا برضه بيلخص لي زي ما حكينا بالاس ان 2 1 هذه بدها تكون عباره عن 1 ستيب بدي برايمري، بحاله الاس ان 1 بدي تيرشري حتى يكون في عندي اللي هو ستيبل كاربوكاتيون. طبعا طبيعه الامثله اذا زي ما حكينا بيعطيني شيء كايرال لازم انتبه على الستيريو كيمستري اعرف اس ان 1 ولا اس ان 2. فعلى سبيل المثال بالمثالين هنا في عندي تيرشري الكيل هيلايد، تيرشري الكيل هيلايد معناته راح يمشي عندي الرياكشن ب 2 ستيبس فهما اللي هو اس ان 1. كذلك الامر الشيء اللي دلني الثاني انه في عندي اتش 2 او، الاتش 2 او هي ويك نيوكلوفايل، ويك نيوكلوفايل فبالتالي راح يمشي رياكشن اس ان 1. اذا كان في عندي كايرل زي ما حكيت لازم انتبه كونه الميكانيزم اس ان 1، وحكينا بالاس ان 1 دائما بيكون في عندي راسيميك ميكستشر بمعنى اخر بدي اشيل استبدل طبعا الاي هون بي او اتش، فمره بدي استبدلها من هاي الجهه ومره بدي استبدل من هاي الجهه فبيطلع عندي ناتجين واحد منهم ار وواحد منهم اس. كذلك الامر هون راح نستبدل السي ال بي او اتش، مره راح تكون او اتش لبرا ومره راح تكون او اتش لجوا، نسبتهم هذول دائما 50% ل 50%. هذا السكيم بلخص لي كل الرياكشنز اللي ممكن تكون موجوده معي، طبعا هذا بس سكيم للرياكشن ما بيسالني عن الميكانيزم. فعلى سبيل المثال اذا كان في عندي ان 3 ماينس بنستبدل الهالوجين بالان 3، اذا كان عندي ان اتش 2 او ان اتش 3 بنستبدل اكس بان اتش 2، بنلاحظ هون انه شلنا هيدروجينه. كذلك الامر اذا بنفعل ار اكس مع الاتش 2 او مع الاو اتش ماينس الناتج بده يكون عندي الكحول،
إذا بفعله مع اللي هو اس اتش ماينس، بنشيل الاكس ونحط بدالها اس اتش، وإذا كان في عندي اتش 2 اس زي الاتش 2 او بنحط أيضا بدالها اس اس اتش. أمتلم على تحديد S1 و SN2، بحكي لي which mechanism SN1 or SN2 would be predicted for this reaction. إذا سألني عن الميكانيزم زي ما حكينا هنا معطيني الرياكشن كامل، بس فقط بدي أحدد الميكانيزم هل هي SN1 ولا SN2. طبعا عندي هنا أول شيء اللي هو الألكيل هيلايد، هذا primary ألكيل هيلايد، فدائما إذا كان عندي primary ألكيل هيلايد زي ما حكينا بيفضل يكون في عندي اللي هو الـ SN2 reaction اللي هو one step reaction. طبعا NaOCH3- هذا salt، الـ Na موجب، فالنيوكلوفايل عندي بهاي الحالة بده يكون الـ OCH3-، الـ OCH3- أيضا هي strong nucleophile، هذا ثاني indication بدني إنه أنا في عندي SN2. بمثال ثاني which mechanism SN1 or SN2 would be predicted for this reaction؟ معطيني هذا الألكيل هيلايد مفاعل لي إياه مع اللي هو ميثانول ومعطيني الناتج. فعشان أحدد SN1 أو SN2 زي ما حكينا بنطلع على الألكيل هيلايد، هذا تيرشري ألكيل هيلايد، حكينا بالتيرشري ألكيل هيلايد هذا يفضل SN1. كذلك الأمر بنطلع هنا في عندي ويك نيوكلوفايل وهذا بولر بروتيك سولفنت، فعندي أكثر من مؤشر بدني على إنه هذا SN1 رياكشن. كذلك الأمر بحكي لي هون which mechanism SN1 or SN2 would be predicted for the following reactions. هون بكلتا الحالتين ما عندي primary أو عندي tertiary، عندي اللي هي دائما secondary، فبالتالي بالsecondary مهم جدا نطلع على النيوكليوفايل هل هو strong أو weak nucleophile. SH- صنفناها كstrong nucleophile وحكينا strong nucleophile دائما بفضل اللي هو SN2 reaction. CH3OH هذا neutral فبالتالي أو متعادل، فبالتالي هذا weak nucleophile، فالweak nucleophile بفضل الـ SN1 reaction.